بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الجانب الأيمن للعالم نحيي حضرتكم في مستهل حلقة جديدة في برنامج الوعد الحق، وقلبنا سعيد بما سوف نتعرف عليه ونتعلمه من الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. ونبدأ حوارنا مع حضرتكم بنجوى بيننا وبينكم من قبيل المحبة في الله تبارك وتعالى، لأن الأمر جد خطير وجد جلل، وإن لم ننتبه والعياذ بالله لتسوء الخاتمة بنا جميعا. هذه كلمة حق أردنا أن نبدأ بها حلقة اليوم، لأننا سوف نستكمل ما بدأناه في الحلقات السابقة عن دركات النار. ترى ما أنواعها، ما أحجامها، ما أشكالها، ما طعام وشراب أهلها، ولماذا يدخلون فيها، والأهم من هذا كله، لماذا لا نخاف من ذكر النار. مشاهدينا الكرام نحيي حضرتكم مرة أخرى، ومعا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا. والله قلبي يرتجف ويخفق في صدري لمجرد أن نذكر اسم النار. يعني لا أعلم، هذا يعني هذا الخوف، يعني هنالك من الذنوب ما تنوء بالعصبة أولو القوة يا فضيلة الشيخ. ليست قضية ذنوب، وإنما يجب أن يعني يرتجف قلب العبد من النار، لأننا لسنا أشرف ولا أزكى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا ذكرت النار كان يعني يهتز قلبه، وكان صدره كالمرجل وكزيز المرجل، وكان لعمر خطان كقبال النعل الذائبين تحت عينيه خوفا من الله عز وجل. والحسن البصري كان عندما إذا قرأت أمامه هذه الآية من سورة الكهف التي قدمت وصدرت بها الحلقة كان يغشى عليه. كان عمر بن عبد العزيز كذلك، إذا يعني مر بآيات من آيات النار شعر أن لفح جهنم في أذنيه وفي وجهه، فكان يقوم الليل كله ولا ينام. كانوا هكذا تعاملهم مع كتاب الله عز وجل، وعند ذكر النار كانت قلوبهم تضطرب، لأن القلوب كانت نقية. إذن يعني الخوف من النار هذا شيء طبيعي، يجب أن نخاف من النار، لأننا يعني ورد لنا أننا واردون عليها، وإن منكم إلا واردون، لكن ما ورد لأحد منا أنه قد نجا منها. صحيح. يعني وهنا تكمن المصيبة. يعني وإن منكم إلا واردها، قلنا إن الصراط جسر فوق جهنم فوق النار. وإن منكم إلا واردها، كل البشر سوف يمرون فوق هذا الصراط. فسوف يمرون على جهنم، على النار، على دركاتها مرور، سبحان الله. لكن ما أتى واحد منا أبدا أنه قد نجا، لا بد من الخوف. وإن لم نخف من النار فما الذي يخيفنا؟ فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور عمر عبد الكافي، الخوف يملأ قلوب المسلمين حينما تذكر النار ودركاتها، ولكن لم يترجم هذا الخوف أعمالا تنجينا منها، فما سر هذه المعادلة الصعبة من وجهة نظر فضيلتكم؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب، بمعنى أن القلب كما قلنا من قبل، القلب السقيم كالمرآة الصالحة.
لا تلقى الصور كما هي. قلوب الصحابة كانت قلوب سليمة فتلقت الآيات كما هي وأخذ الكلام كما هو، فسطر على يعني صفحات قلوب الصحابة بمداد من نور كلام الله عز وجل. فلما سطر هذا الكلام وكتب كان الصحابي عبارة عن يعني نسخة من المصحف تتحرك. نحن ملأنا قلوبنا بما لا يجب أن تمتلئ به، يعني القلوب مهمتها ذكر الله، الخوف من الله، الرجاء في الله، المحبة، صدق النية، محبة الآخرين، يتبخر منها الحسد، الحقد، الضغائن، الأمن من مكر الله، القنوط من رحمة الله، التكبر على الناس، الرياء، الشرك، الكفر بالله، الكفر النعم، يوجد فيها اليقين، الصبر، التوكل، عين اليقين، حق اليقين، كل هذا يجب أن يكون في القلب. فإحنا شغلنا القلب بماذا؟ بالدنيا. فملأت أنت هذه يعني إذا تصورنا أنها ماكينة تعمل بالبترول، أنت وضعت فيها ماء. نعم. ماكينة تعمل بالكهرباء ووضعت فيها مادة أخرى، فأنت شغلت القلب بما لا يجب أن يشغل به فشغلته فأصبح فيه هموم. أصبح أنت تكلم الرجل في ظهر صلاة الجمعة هو سرحان منك، يفكر في مصيبته مع زوجته، يفكر في مصيبته مع ابنه، لأنه لم يتصل بالخالق. لو اتصل بالخالق لكفاه مؤونته. الله أكبر. أقصر طريق أن يتصل أن يكون بينه تواصل بينه وبين رب العباد، فلما يتواصل مع رب العباد يكفي كل هذا، يعني يضاء قلبه. فلماذا لا يترجم ما يخاف؟ يعني أنت تكلم الناس عن النار قد يبكوا. نعم لا ننكر يبكي، لكن هذا بكاء وقتي. الصحابة عاشوا على هذا المنوال يعني دهورا عمرهم كله. الله عز وجل خلق الجنة وطلب من جبريل، أمر جبريل أن ينظر أو يطلع عليها اطلاع على الجنة. على الجنة. فعلى جبريل وقال ما أحد يعني من في بني آدم سوف يسمعنا إلا وعمل من أجل دخولها. فحفها الله بالمكاره. سبحان الله. لما؟ لا مش لما. الأمر سهل. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبله فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبقى لازم فيه صادق وفيه كاذب. أحسب هذا استفهام؟ طبعا أحسب أنه لا استفهام وكأنه استفهام استنكاري. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، أين الدليل؟ أنا مؤمن. هذه دعوة. سودا هكذا. هذا كلام، هذا كلام. فلما حفت بالمكاره، المكاره صعبة. قم صلي الصبح. صعب. امسك لسانك. غض بصرك. لا تسمع للخنا. لا تذهب إلى مكان فيه فسوق. حرك رجليك إلى ذكر الله. اصبر على ما أصابك. أعط من حرمك. صل من قطعك. أعف عن من ظلمك. كل دي مكاره، لأنها ضد هوى النفس. وكل ما ضد هوى النفس هو الذي يقربك من الله، وكل مع هوى النفس هو الذي يبعدك عن الله. قاعدة. ما فيها سبحان. فلما حفت بالمكاره يعني ظن جبريل أن أحدا يعني الأمر صعب. فلما لن يدخلها أحد. يعني ظن هكذا سبحان إلا من رحم رب. خلق الله النار. انظر يا جبريل جاء مذعورا. وقال لا يهربوا منها. لا سبحان الله. لن يدخلها أحد. فحفت بالشهوات. دي نظرة طيبة، دي أغنية جميلة، دي رقصة، دي جلسة فيها غيبة، دي فيها سخرية بإنسان، ده في شماتة في أحد، ده في طعن في الأعراض، ده في مال ربا، مال حرام، رشوة، فوضى، انحراف، زور، بهتان. فقال جبريل لا أظن أن أحدا ينجو منها، لأن إحنا عندنا يا مؤمن يا كافر. المؤمن يعني يتقلب في أنوار خمسة، والكافر يتقلب في ظلمات خمسة. المؤمن كلامه نور وعمله نور ومدخله نور ومخرجه نور وقبره نور وعلى الصراط نور، لأنه أتعب نفسه أشرقت. طبعا. والكلام ظلمة، العياذ بالله تعالى. سبحان الله. مدخله ظلمة، مخرجه ظلمة، الصراط ظلمة، ثم والعياذ بالله القبر من قبل ظلمة، فيدخل في الظلمة والعياذ بالله، ظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله. فلماذا أسألك تحديدا، لماذا لم يترجم المؤمن مدعي الخوف هذا، أنا أركز على مدعي الخوف،
لماذا لم يترجمها إلى عمل؟ لأنه لو خاف حقيقة لأحسن العمل. لو خاف المسلم النار خوفه من الفقر لنجا منهما جميعا، ولو رجا الجنة كما يرجو الغنى لفاز بهما جميعا. مرة ثانية، لو خفت أنا من الفقر مخافتي من النار سبحان الله لنجوت منهما جميعا. لماذا؟ لأننا لو خفت من النار يعني لما أخاف من الفقر أعمل إيه؟ أحطط لنفسي أعمل وأجد وأجتهد وأبحث عن عملي، أعمل شيء كي أطرد الفقر عني. والآخر لو رجى الجنة كما يرجو الغنى، عندما يرجو الغنى يعمل من أجله. صحيح. لو رجى الجنة رجاءه للغنى لفاز بهما جميعا. لأن فيه ناس حتى في الزمن أصحاب قرارات، يعني من ضمن الرجل المجرم هذا جعد بن درهم، كان طلع على الناس كده وقال أن لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. خالد القسري رحمه الله كان أمير قوي، شوف أصحاب الحق دايما في كل زمن سبحان الله. وقف على المنبر في عيد الأضحى، صلى بالناس، خطب الخطبة، قال أيها الناس اذهبوا ضحوا تقبل الله منا ومنكم، أما أنا فسوف أضحي بالجعد بن درهم هذا المجرم، هو موجود هذا الذي ادعى أن إبراهيم أن لم يكن خليلا وأن الله ما كلم موسى تكليما، حتى قال أظن ابن الأطناب أو حد من الشعراء في هذا الوقت يعني صل يا ذا العلا لربك وانحر، كل شانئ في الحياة لك أبتر، أنت أعلى من أن تكون أضاحيك، قرونا من الجمال تعقر بل قرونا من الملوك ذوي التيجان والسؤدد، تيجانهم لك تنثر كلما خر ساجد لك رأس منهم صاح سيفك الله أكبر. نعم. فده واحد صاحب حق، لو موجود في كل زمن خالد القسري هذا كنا ما حصلنا على الفوضى الذي صعد واحد منهم في القرن الماضي وقال أن قصة إبراهيم من خليل وإسماعيل هذه قصة مكذوبة وقصة تاريخية وفي كتاب له، وهو مسلم. نعم. وهو رجل مسلم ودع المهم يعني. فأصحاب الحق هكذا، ولكن أصحاب الباطل محمد بن في التاريخ أصل الناس كلها تقول هو الأمة مرت بأزمة زي يا عمي مرت بكثير. مش الجماعة مش كانوا هيسرقوا جسد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. في الجماعة اللي حاولوا 5 مرات مش مرة واحدة. إذا لم نقاوم قاوم أجدادنا فالحق ظهر. نعم. ونحن تقعسنا، أنا مالي أنا مالي أنا مالي سبحان الله. ولما يكون الرجل صالح حتى يصل إلى الحكم ويصير في الصلاح قرار منه يزيد نور الدين زنكي هذا القائد العظيم. نعم. يأتيه الرسول في الرؤية يا نور الدين أنقذني من هذين، وشهد على 2 في الرؤية، 2 شكر. فاستشار العلماء، أنا شفت رؤية عجيبة وهؤلاء ناس وناس صالحون رؤاهم ليست في الهواء هكذا. صحيح. قال لابد أن تذهب إلى المدينة. طبعا سافر وراح المدينة، أخذ معه الصدقات والأموال ووزع على كل أهل المدينة، قال أنا أريد كل أهل المدينة يأتوا، لكن لم يرى هذين اللذين رأهما في رجل. قال أما في المدينة أحد غيرهم؟ قال ما فيه، 2 من المغاربة جاءوا طلبة علم، دول أهل زكوات وصدقات ويزع على الناس، فجاء بهما فرآهما نفس الشخصين اللي رآهم في الرؤيا. سبحان الله. فسألوا حوارهم وجدهم جايين طلبة علم، قال يعني أين تسكنان؟ قال بجوار المسجد. فذهب لزيارتهم في البيت فرأى كتب وأموال، فالرجل يعني تعجب. فصار يمشي في الغرفة جيئة وذهابا إلى أن رجله جاءت على شيء كذا معين سبحان الله، فشالوا الحصير رجله فيه عفرة يحفروها، ونفق اقترب هذا النفق من جسد الطاهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون سرقته. ودول طلعوا 2 من نصارى المغرب اللي بعتهم الفرنجة بأموال كثيرة للصناعة وسرقت الجسد الشريف، فقطع رقبتيهما في نفس الدور اللحظة. يعني هذا الكفر. القرامطة عندما أرادوا سرقة الحجر الأسود وسرقوه، وأخذ الحجر الأسود 22 سنة في أيام الفاطمية. صحيح. وقتل في يومها، يوم التروية، يوم أخذ كان يوم التروية يوم الثامن سبحان الله. قتل عند الحجر 22 ألف
وهم يدافعون عن 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 عن, عن الحجر سبحان الله. واعيد بعد ذلك بفضل الله عز وجل وضح في هذا السوار حمى الله الكعبة والحجر. المهم يعني فأريد أن أقول أن الشر فيه ناس متقصد فيها الشر هذا المنطق. لكن لابد شوف الكفر المنظم لابد له من إسلام المنظم. إذا كان هنالك أناس متأصل فيهم الشر لهذه الدرجة فمن المنطق أو العدل أن يكون هناك متأصل فيهم الإيمان بقدر تلكم الدرجة. لا هو هم الفطرة الطبيعية هم على التوحيد طمسوا الفطرة طمسوها هم أصلا موحدون بلا شك بلا شك واستشروا لهذه الدرجة. والعياذ بالله هو ما الإنسان إن الهوى يعمي ويصم والعياذ بالله رب العالمين. يا علي يدخل فيك النار اثنان محب وكاره محب وكاره المحب يحب لدرجة أن يخرجه من بشريته والكاره من يكره عليه يعني فالقضية الاثنان موجودان والاثنان موجودان فطمس البصيرة. أنت ربنا أعطاك قلب تطمسه بالذنوب والمعاصي تفكر الذنب ده يمر كده سهل. الذنب الصغير يعمل نكتة سوداء في القلب نكتة سوداء. فإن استغفر العبد محي إلا ما يستغفر وأذنب نكتة أخرى نكتة ثالثة رابعة خامسة إلى أن يسود القلب. لما يسود القلب يحصل له الران بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون له الحاجز يحجب عن رب العباد فلا يرى الحق حقا ولا يتبع ولا يرى الباطل باطلا فيتبع. فهنا سبحان الله العظيم تختلط الأمور. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهنا القضية تتضح إيه أن تجي تتكلموا عن النار يا عمي ما ترهبوش الناس يا عمي ما هي دي 77 مرة والجنة 77 مرة لا بد من شرحها. وإحنا نقف عند آيات النار هنشرحها آية آية إن شاء الله آية ونقف ونشوف إيه ما سرابيلهم ما طعامهم ما شرابهم ما هي وديانهم وليه إيه اللي جابهم المكان ده ايه السبب عشان احنا نحتاط صحيح احنا القضيه احنا مش بنعرض عرض اكاديمي احنا بنعرض عشان نشوف ايه الموضوع صح. بالمثال يتضح المقال الله يرضى عليك يا رب الله يرضى عليك تمام. اذا لهذه الاسباب التي تفضلتم بها فضيلتكم الان لا نخاف من النار واذا خفنا لا يترجم الخوف اعمالا لكي ننجو منها. الكارثه اكبر من ذلك وهي انا استقرأ في الكتب وفي تاريخ الامه وكده نعم وجدت الصحابة والسلف الصالح كان إلى أجدادنا القريبين كان عندهم ما يسمى بالمروءة وزاف أول ما يسمى يعني هذا يؤلمني وأنا أقول أليست موجودة عند القريب لدرجة أنها كأنها غير موجودة المروءة عارف إيه وده كان ما هي المروءة أولا يعني المروءة دي هي النخوة الشهامة الوقوف بجوار الضعيف أن تحمل الكل أن تقر الضيف أن تكون سبحان الله أخلاقيات الإسلام أخلاق أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك أن تفرح إذا جاءك الفقير تفرح. كان يقول لك الصالح إذا أراد أن يشين أخاه أو يشين أخاه يعني ينقص من قدره يطلب حاجته من غيره. يعني أنا عايز أنقص مستواك أمامي أو يعني أنت أقل من شأنك أعمل إيه وأنا أعرف أن أنا ممكن أطلب منك وتعطين أطلب من غيرك فتشعر أننا ما ألقيت لك اهتمام. يا الله شوف شو وصل الدرجة لغاية فين. الشافعي لما جاء فلقى الجارية قالت صاحبك فلان جاء فلم يجد أحدا في البيت فأخذ فتح كيس النقود أخذ شيئا وضعه في جيب ومش صح. قال إن كنت ما تقولين حقا فأنت حر لوجه الله. من فرحة الشافعي بأن أخوه شال اللي الحاجز هذا اللي منع التكلف والتكليف في أعظم ما قال أبو حامد الغزالي في أحد عشر شرط للأخوة الصادقة اللي هي تبخرت اللي هي المروءة ضاعت. ففي شيء اسمه من خوارم المروءة يعني ثقوب كم خارم من خارم المروءة جماعة ما يخرب من 100 100 خارم أيوه تخرم المروءة وتتلبها لا مروءة إذا موجودة أصلا أنا لا وفي من المروءة ما يتخيل الإنسان أنها يعني لا تدخل تحت حساب يعني ولك عادي مثل ماذا خوارم المروءة هذا أنا جمعتها لك عشان ما تضيعش مني جميل يعني سبحان الله. أول شيء يا سيدي لك أخذ العوض على تعليم القرآن دون داعي دون داعي موجود لكن لو هو ليس له إلا هذه المهنة إحنا نوعين. لا بأس عرفت ده يعتبر الصحابه والتابعين وتابعين يعتبروا دي خوارم المروءه اتباع الهوى لما يجلس في مجلس كده يقول له فلان المنطق يقول كذا او الحق يقول كذا او القران
الان يقول لا 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 بس انا اصل زوجتي قالت كذا الهوى، انا اولادي يقولوا كذا، يضحكوا عليا يقول انت كيف تتنازل مش عارف ايه. نعم سبحان الله. ثم الإدامة تاخير الصلاه، دايما واحد ما يجيش الا في الركعه الرابعه ده لو راح. انا بتكلم يا ابني، انا مش بتكلمش على ده. انا مالي بدا، انا لو راح ده ما لازم يجي. انا بتكلم على هو اللي جاي في الركعه الرابعه ده، ده ما عندوش مروءه. الثاني ده بتكلم على المسلمين يا ابني، لا حول ولا قوه الا بالله. بتكلم على الاسلام، على الاسلام الحقيقي. اصلا اقول لك شيء، انا لم اصلي في المسجد وانت لم تصلي في المسجد، وهذا لو صلي مين يصلي في المسجد؟ من يفتح بيت الله؟ صحيح ونعم بالله. يبقى اذا هو اللي بيقول حي على الفلاح، يعني ايه؟ لمن؟ وبعدين من خان حي على الصلاح يخون حي على التفاح. صح. هاتوا من المليار مليونا صحاحا في صحاح، مش عايزين مليار، عايزين مليون. صح. بس يعني مضبوطين شوي. صح. خذ يا سيدي إدامة ترك تسبيحات الصلاة. ختم الصلاة يعني. هذا من خوارج المروءة. دباقة الورد التي حول الشجرة. صحيح. لكل تسبيحة صدقة، ولكل تحميدة صدقة، ولكل تكبيرة، وكل ما تسبح يزرع لك شجرة في الجنة. هو ليش معنى لو ادينا له حتة أرض يصلحها ما شاء الله عليه؟ طلب الفقراء من الرسول أن يكونوا مثل الأغنياء. الله يرضى عليه بالضبط كده. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. صحيح. بالضبط كده. نعم. سبحان الله. تعال. نعم. وبعدين يا سيدي قال لك الادهان عند العطار. الادهان عند العطار. يعني نحن نصنع هذه كثيرا يعني. يدخل المحلات معك. اللي فيها العطور. علينا يقول لك انا بجرب. سمبل. لا تساله انت تشتري؟ يقول لك لا هذا حرام. طبعا اخذ ما لا يحق. يقول ده هو حاططها عينه. لا عينه اذا نويت الشراء. والله اعلم بالنيات وما ربنا هيحاسب بالنيه دي. صحيح. انا في ظاهر القول اضحك عليك وتضحك عليا. عند الله لا 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 ما فيش. الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم استخدام الضيف. بمعنى انت عزمت ضيف. نعم. ورأي متخصص في مثلا في الطب تخصص فريد يعني، تستخدمه بقول له تعال يا ولد خلي عمك يشوف. شوف الولد ده دايما يسخن يا دكتور، وده عقبال بس بنجيب لك الشاي شوف الولد. الله في نحن نصنعه كثيرا في برامجنا. لا بد يا ابني من ضبط الامور. بعد خوار المروءه ولذلك لما نتكلم عن النار هو التاني مش هنا خالص. صح. هو يا ابني مش موضوع. لا حول مش يحسه القلب نفسه. يعني انت لما تجيب ورق اسود كيف تكتب عليه؟ صعب. كان يكون ورق ابيض. صح. فاستخدام الضيف. اعتياد التبول قائما بلا ضروره. حتى الإمام مالك يعني بيعتبر المصيبة لأن ممكن دي تصيبه رشاش البول ويبقى ثوبه غير طاهر. يبول وهو واقف. يبول واقفة سبحان الله. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبول وهو جالس. نعم نعم نعم. طيب. ثم الإعلان بالفسق. لما تشوف أنت كده في بعض الفضايا. أنت عايز فسق أكثر من كده؟ لا. المجلات كده؟ تبقى أنت عايز تغض البصر عن المجلة وأنت تريد أن تشتري كتابا، تشتري صحيفة جادة، مجلة جادة، تريد بجوارها سموم. صحيح. أنت مش عارف أين يذهب وجهك يعني. الأكل في الطرقات في الأسواق. تكاويا. ضرورة يا مولانا. انا قبل ما اكلمك عن خوارم المروءه اتكلمنا عن ضروره من المروءه. صحيح. كانوا قديما ما كان عندهم ضغوط عمل مثلنا اليوم. هم الان طائرات وقطارات ومواصلات. ما قد يكون تعارف القوم على هذا وعصر التكنولوجيا عصر لكن هو ترانزستور. ده ماشي. انت بتسدق ولا بتستفزني؟ انا وداعي فضيلتكم. هذا هو الواقع يا فضيله الشيخ. واقع ما واقع بنا يعني. طبيعه العمل عمل صباح مساء ياكل بالطريق وهو ذاهب من عمل الى عمل. ياكل براحته يا ابني. ياكل براحته. خلاص ما قلت لك هو ده من خوارم المروءه. اذا اضطرت الظروف. يعني اضطرتك انت ماشي مع اولادك جاعوا جلستوا في مكان هو ده مكان اكل. انا فضلتك ضد المحلات التكاويه الموجوده. يعني ما اعرفش التكاويه ولا اللي اعرفه ان اعرف. هل هذا الاكل في الطرقات له يعني له عيب من وجهه نظر مصادر الشريعه الاسلاميه؟ لانه يقول لك سقط الحياء. سقط الحياء. لانه بيعتبر ان الاكل ده عباره عن شيء يعني انا اكل وانت لا تاكل. انت عارف لو كلنا ناكل. الاكل والنوم عوره. الله يخليك. كان عند بعض العلماء ليه؟ لان هو مش عوره بالمعنى ولكن يبقى زي ما يكون ايه واحد في ناس قاعده تتفرج عليك كده تشوف. يحتاج الى ستر. بالضبط. سمعنا بعض الفقهاء يسقط شهاده الاكل في الطعام يعني في الطريق. الاكل على الطريق والمتواضع على الطريق والضاحك بصوت يقهقه في صغير الامر وكبير هذا سقط الحياء. وهذا من خوارم المروءه. هذا من خوارم المروءه. وبعض الفقهاء عند الاحناف يقول لك لا نقبل شهادته.
إذا حتى الآن ما عندنا مروءة حتى الآن. ربنا يستر. لا حول. الأكل من غير ما يليه. لأنه جاء أمر لأنس قال له كل بما يليك. كل بيمينك. كل بيمينك وكل سم الله وكل بيمينك وكل بما يليك. ألا يحمل هذا على آداب الطعام؟ وآداب الطعام دي مش من المروءة. مش الطعام سبحان نشكر النعمة بالتأدب معها. يعني إذا كانت هنالك لحم بعيد عن ماذا يصنع؟ يعني سبحان الله يناول 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 يناول, يناول ويستأذن ويكون في أدب يكون سبحان الله ما يكونش عنده شرخ كمان سبحان الله في هذا الأمر في الطعام والشرخ. تمام. وبعدين التجشؤ بصوت مرتفع. لأنه يؤذي الآخرين. صحيح. أدب يا أخي الإسلام أدب سبحان الله. سبحان الله. لا إله إلا الله. طيب. وبعدين قال لك ترك الوتر. ترك الوتر. صلاة الوتر. من خوارم المروءة. عند متأخر الأحناف إن الوتر يقضى. نعم. الناس تستسهل وتفكروا كده يعني سنة خفيفة وخلاص. لا. يقضى. أيوه. نعم. وبعدين ال تقبيل الرجل زوجته أمام الناس. هذا يعني من باب إنه رجل يعني. هذه محبة بقى. طيب. أن يكرر حضور وليمة من غير دعوة. يعني ثقيل الظل يعني كل ما يلاقي وليمة يتلاقيه فيها حفلة تلاقيه فيها فينا ثقيل الظل ثقيل الظل والعياذ بالله يعني يذهب بدون دعوة والعياذ بالله رب العالمين. ثم ألا تدخل تحت باب المشاركة أو يشارك جاره؟ لا من غير دعوة. من غير دعوة. من غير دعوة. ثم الجلوس على الطرقات إلا بحقها بحق يعني اللي قاعد على القهوة ده يعني قاعد ذاكر لله. لا ودايما القهوة تبقى على الطرقات يعني حي الله إمارة الشارقة بأن ليس فيها فكرة القهوة دي بصراحة. صحيح. يعني خطوة طيبة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القسيم. ثم الـ ذكر الأهل بالاستخفاف أمام الناس. يقول كده يتنظر كده. بيزوش دي هبلة ما تفهمش شيء. طول الله برسيمه. ويضحك وتعمل يا أخي يا أخي كبر زوجتك قدام الناس. كبر أولادك أمام الناس. وهي بقى نفس القضية. لابد من احترام سبحان الله الأهل. ثم الربح على الإخوان. يعني أنت طلبت مني أشتري لك شيء أكسب منك. أنا مش تاجر. عم حساب المشوار مثلا هو من خارج الوقت يعمل وقته براحته إيه ما يعملها يا سبحان الله يعني. الرطانة بالأعجمية. وانا عمر اللي فضلت تيك اواي ما خلاص خلاص بطل بقى انا كلب عربي ولا الحمد لله انت تفهم اللغه العربيه امال غيرك ما يفهمش يعمل ايه هيكلمني يجيب لي بالانجليزي اضحك الله وسيدنا كلام لسه بتضحك اخواننا المصلين اليوم في الجمعه كان لنا شيخ فكنا نذهب معه لزياره شيخه شيخه ده كان كبير السن فكان شيخه ده يسال شيخنا ده يقول له كيف حالك كيف ابوك كيفه يقول والله حي يرزق. يقول طيب وكيف زوجتك؟ والله حياة تسعى. خذها ولا تاخذها. هو الراجل فيها توريه يعني لو حد يعني عاب عليه يقول لك والله ما هي ما بتسعى في البيت. صح. الله المستعان. فقال لك شوف الرطانة العجمية. قال لك ايه من غير حاجة. من غير ضرورة لكن إذا كان في ضرورة لمسألة أخرى. يعني اعذر اخواننا الاطباء وابنائنا احيانا لان اللغه لغه الطب لغه غالبه عليه غالبه يعني نعم. يعني ليه هو الراجل لا, لا, لا يتنطع فيها لكن المصيبه في ابنائنا وبناتنا بالتليفون الو الو في خلاله الو قول السلام عليكم خذ ثواب يا ابني خذ 30 حسنه خذ 30 حسنه في ايه فسبحان الله العظيم صحيح طيب وبعدين صحبه الاراذل تمشي مع واحد يعني للاسف يشينك يقلل من شانك ولا تصحب اخ الجاهل والاراضي اللي الان اصبحوا ايه هم اللي تحت الاضواء كثر صحيح سبحان الله وبعدين كشف ما جرت العاده بتغطيته واحد راجل محترم كده ولبس تكريس وذراعه عاري وعلى الكتف سلامه وعلى الزند سبحان الله للاسف الشديد سبحان الله وبعدين يا سيدي كثرة الالتفات في الطريق طول ما مش انت ماشي في طريقك
عامل برج مراقبه. كان سيدنا عمر يضربهم في لا تتسكعوا بلا شك اسرع في مشياتك لا تمت عليه. انت 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 رايح في المشوار خلاص خلص خلص امورك يسرع يعني. يسرع بس ده يعني انا بعطيك نماذج نماذج من خوارم المراقبه. فتخيل انت بند لا ناخذها من فضيلتكم ونظهرها على الشاشه القادمه ان شاء الله باذن الله. فتخيل انت هذا 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 امر بسيط من تصرفات المسلمين. بارك الله فيكم. هذه خوارم المروءه بالتالي تميت القلب ولا تجعله يشعر سبب سبب بالظبط. مفيش نحو مفيش مثلا الراجل قاعد كده في البيت وبنته رايحه للجامعه لابسه لبس ما لا تدري انت كيف ارتدته وبيضحك مبسوط تعيش سنها صغيره يعني. هو المصيبه في ايه؟ المصيبه في ايه؟ ان هو مسؤول عنها. هو يسال مش كلكم راعي يعني يقول انا امرتها بالحجاب ولم لا لا لا, لا يامرها ان تجلس في البيت لما تحجب لان الحجاب فرض. وهذه قضيه فضيله الشيخ يعني ام اتصلت بي احداهن من ابو ظبي تقول يعني ربما الذنب الوحيد الذي عندها الان انها لم تستطع اقناع ابنتها بارتداء الحجاب. ماذا تصنع؟ لا تصنع تجلسها في البيت. هنا التعليم ليس فرضا واللي خلاص تعلمت والحمد لله بناتنا في الثانويه العامه يحصلوا على العلم اللي اخذناه احنا في الجامعات والدراسات العليا. صحيح خلاص يبقى تقعد في البيت احسن. التعليم لن تحاسب لن تحاسب والحجاب فرض طبعا. لن تحاسب على خله تعليمها في الجامعه لكن تحاسب على حجابها. الله اكبر امر جلل هذا. الله يقول لا اريد ان اضغط عليها حتى لا تخلعه مره ثانيه. مفيش تخلع ولا ما تخلعش يا اما انا راعي يا اعتبر نفسي قد مت والبقاء لله. كبروا عليه اربع تكبيرات ويبقى كده همل في البيت. الامر يحتاج الى شده في بعض الامور ما فيها سبحان الله لا هواده فيها اصل ما شوف يعني انا اجني ثمره نومي سنوات طويله وانا انام لغايه ما البنت فجاه تتصرف ده البنت كبرت ما تابعتش من الاول صحيح كده. نعم. كما يقول قائل يعني مررت على المروءه وهي تبكي فقلت عليها ما تنتحب الفتاه فقالت كيف لا ابكي واهلي جميعا دون خلق الله ماتوا للاسف الشديد. نعم. ولا يعني هذا يعني يجعلني أسأل السؤال الثاني لفضيلتكم. لا أحد يحب أن يسمع أي شيء عن ذكر النار أصلا. لماذا لماذا لماذا؟ لأن الناس تحب الكلام عن الرجاء فقط عن الرجاء عن الأمل عن ده شيء طيب. نعم. عمل طبيعة كلنا هكذا. ولكن كيف أغفل وكيف نغفل يعني ما ذكر في كتاب الله عن النار قدر ما ذكر عن الجنة. يا فضلت قلت 77 مرة لكليهما للجنة والنار سبحان الله. طيب من أين أغفلها؟ فلا بد أن أدرك من الذهب إلى هناك لكي لا أكون منه. هذا هو المطلوب يعني كل كلامنا ده في هذا المطلوب. وهل يجوز لنا كمسلمين أن نتساءل لماذا خلق الله تبارك وتعالى النار أصلا؟ لا 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 بالعكس هو خلقها فكان هدانا إلى الجنة وانتهت القضية. لا 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 ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. لا لكن العباد أضلوا أنفسهم العباد أضلوا أنفسهم وصار وراء إبليس ولقد خلق أضل الشهوات وحببها إليه. لا 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 بس ولكن وضع لك إيه تفريغها في المكان الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني حرم عليك شيء وفتح لك الحلال في أشياء زين للناس حب ومال زين لكن العبد يضبط ماله. ما الصحابة كان عندهم الشيء والتابعين وتابعي التابعين وكان عندهم المفاتن العصر كانت موجودة قديما مثل الآن. نفس بالخياس. نعم بالخياس. نعم بهذا الانفتاح بهذا الانفتاح بهذا الانفتاح والانفتاح اصحاب الرايات الحمر. ما المساله قياسيه المساله قياسيه. لو جدي وجدك شافوا التلفزيون شافوا شاشه التلفاز عليه واحده ذراعها ظاهر لا ممكن اغمى عليه. صحيح فالقضيه قياسيه يعني كانت فوضى في حدود الفوضى التي كانت المتاحه انا الله يرضى عنك يا رب. طيب يعني هل بهذه السهوله افهم من فضيلتكم انه من السهوله علي بمكان ان اصنع حجابا بيني وبين النار وان اخذ طريقا الى الجنه؟ الله اكبر بتلك السهوله؟ بسهوله ان شاء الله مع شيء من المجاهده. وانا يعني ابن يحصل على مؤهل بيحصل على مؤهل مش لغايه ما اكون انا شبت الاول يكون شيبني هو واخواته. صحيح لا. نعم. كده من الانفاق والرعايه لماذا؟ نعم. لمجرد الحصول على ايه؟ ورقه مكتوب فيها حصل فلان فلان على اجازه كذا. نعم. تمام. البنت اذا ان ناتي لها بعريس وتذهب الى بيتها ماذا ندفع وماذا وماذا ننفق من الاموال؟ الكثير والكثير. نعم. يبقى كي انجو من النار وادخل الجنه الا تحتاج مني الى مجهود؟ ولكن ممكن نعطي جدول ممكن نعطي خطوات. ما سهله بسيطه. أول شيء أقرب ما يتقرب العبد به إلى ربه ما افترضه رب العباد عليه. هذا صعب خلاص خففها شوية. صحيح يعني شوية يا ابني ما فيش أدنى من تحقيق الفرائض.
مفيش أقل من كده. فرائض الله المعلومة وغير المعلومة والمذكورة والمنسية. كلام فضلاتكم أول درجة لا تقام أصلا في الدنيا. إحنا عمان نتكلم أو لمن؟ أنا واثق أن المشاهدين والمشاهدات يريدون أن يعرفوا منهجا محددا للسير نحو الله وصنعة حجاب كما تقول أنت بينه وبين الجهة. إقامة فرائض الله سبحانه وتعالى لإتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه. هذه أول خطوة. أول خطوة. طيب. بس الفرائض المعروفة مش العبادات فقط. ماذا؟ لا. فرائض الله في العبادات والمعاملات. والمعاملات. أه؟ يعني. يعني في العبادات ما بينه وبين الله ما بينه وبين الناس ربما يخضع لقوانين بشرية. لا لا لا. لا يخضع لقانون الله عز وجل. أيضا. آه. دع ما لقيصر لله وما لله لله. يعني دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر وما لقيصر للحكومة. لا لا قيصر لا لا قيصر ليس له شيء. أنتم أعلم بشؤون دنياكم. لا لا معلش أمور دنياكم في الاجتهادات وفي التنظيمات وكذا ولكن وفق منهج الله. آه يعني ربنا حرم أشياء خلاص إن الله إيه يعني أمر أوامر فلا تعصوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان أو غير نسيان فلا تسألوا عنها هكذا هذا المنهج. مرة ثانية المنهج جميل. إن الله حد حدودا فرض فرائض نعم فلا تعطلوها طيب. آه. وحد حدودا فلا تعتدوها خلاص نعم وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان أو في رواية غير نسيان فلا تسألوا عنها رحمة بنا رحمة بنا خلاص ما تسألش أنت مالك أنت الرجل اللي عايش في الإسكيم ويروح فين ولا كيف نقيم هذا البند الأول والناس حتى الآن تسأل في العبادات فضيلة الشيخ شوف من لم يحسن عبادته لن يحسن معاملته جميل لا فض فوك لأن أنا إذا لم آخذ ثمرة الصلاة وتنهاني عن الفحشاء والمنكر والبغي فلا صلاة لي إذا لم تجعلني الصلاة متواضعا للناس بعد تواضعي بين يدي الله عز وجل يبقى لا فائدة في الصلاة إن لم تزكني الصلاة فأكون صادقا في قولي أمينا في عملي يعني لا أرتكب ما يغضب الله عز وجل فلا فائدة في صلاة وساعة وساعة لا في ساعة وساعة ساعة يعني سبحان نروح عن القلوب روح بمرضات الله بمرضات الله في ترويح بمرضات الله معقول الله أكبر لا مرضات الله كلها عبادة لا 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 لا, لا, لا مرضات لا أن 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 تضحك مع أن تدخل السرور على جارك أن تدخل السرور على يتيم أن سبحان الله تبارك لأخيك في عرس تعزيه في ورطة وتخب بجواره هذا كله ترويح يشعر المسلم عندما يأتيني خصمان وأقضي بينهما ويخرجان من عندي غير ما دخل به أشعر أنني قد ملكت الدنيا بحذافيرها سبحان الله جميل دخلت سرور على هدأ البيت اللي جاي في مشكلة طيب. تنفيذ أوامر الله والانتهاء عن نواهيه في العبادات والمعاملات هذا الإطار العام كمرحلة أولى طيب ثم ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى الله جميل يزيد أدي ركعتين في جوف الليل أدي جزء قرآن أدي شوية استغفار أدي سبحان الله صلة رحم عيادة مريض صدقة جارية كفالة يتيم خير هذا إخلاص أفتح باب رزق الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يسخر لي وهكذا أدعو لأخي المسلم بظهر الغيب أرجيه في رحمة الله أخوفه من عذاب الله كل ده خير كل ده نوافل وما يزال عبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحب هنا بقى وقف العبد على أرض السلامة فتتلقفه يد السلامة جميل فإذا أحببته كنت خلاص هنا بقى لن يسمع إلا الخير ولن تقع عينه إلا الخير وسبحان الله العظيم وبعدين لن يأكل إلا خير زي النحلة إن أكل أكل طيبا وإن أطعم أطعم طيبا وإن وقف على عود لم يخدشه ولم يكسره خفيف الظل لطيف ظريف هين سبحان الله وهكذا فعمل النوافل وبعدين أن يسرع إلى مرضات الله إسراع النسر إلى فريسته ولا الأخر وعجلت إليك ربي لترضى أم الكريم كانت ترضع ابنها خوفا من فرعون فلما توكلت على الله صارت ترضع ابنها بأمر من فرعون ولو حصل حدث منها قدرت تأكل سبحان الله هي الأول ترضع على خوف لا ترضع بالأمر صحيح وهي آمنة والآية واضحة فإذا خفت عليه فألقيه في اليم يعني تخاف وتلقيه ولذلك لما ابن القيم يعلق على القصة يقول إيه
يقول ان هديه لما الله امرها بان تلقي موسى، موسى بقى خلاص اصبح بعيد عنها، اصبح في يد الله. فلما جاءت الهديه، جاءت الهديه من عند الملك، ولما تاتي الهدايا من عند الملك تكون مضمخه بطيبه. يا سلام، مضمخه بعبير الرضا، بعبير اليقين، بعبير التوكل، بصدق اليقين، خلاص سبحان الله العظيم. فبمثل هذا، وبعدين تبتدي المقامات القلبيه تشتغل، صدق التوكل، صدق اليقين، يطلع الجنيه او الدرهم من جيبه وهو عارف ان في 10 راجعين له سبحان الله. شعرا لما يطعم اخاه، ياخذ ابن عمر يقول من اطعم اخاه حلواء، قطعه حلواء، صرف الله عنه مراره يوم القيامه. فابن عمر حط السكر في جيبه ماشي يوزع على الاطفال. ايه يا ابن عمر؟ يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وانا احب السكر فاحب ان انفق منه. سبحان الله، سبحان الله. اولادنا ربما يسمع الكلام ده غريب، يقول لك سكر ايه ده، احنا السكر عادي نرمي في البيت. لا، هو كان ما عنده، عندهم الحاجات دي تعتبر يعني من ضمن الرابعه مستحيله رفاهيات. بالضبط بالضبط، بارك الله. تمام كده، بمثل هذه الامور يرتقي العبد في مدارج السالكين. تمام. وبعدين يبتدي بقى الحجاب بينه وبين الحجاب الاساسي. ايه اول شيء؟ الخوف من الله. نعم، يخاف، يخاف من الله. نعم، يخاف. هذا سبحان الله. أمن هو قانت أنا الليل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فبما قدم الحذر اللي هو الخوف. نعم، درجة من الخوف. طيب، وبعدين إن دمعة واحدة تقطر من عين المسلم خشية من الله تطفئ بحورا من جهنم يوم القيامة. لا إله إلا الله. يقال في معارض الدعوة إن واحد واقف في في في, في صفوف أهل النار يقول في في في, في سنة الترمذي: يا جبريل ما لي أرى فلانا يقف في صفوف أهل النار. قال: يا رب ما وجدنا له حسنة واحدة. ما فيش ولا حسنة. قال: لكني أسمعه في الدنيا يقول: يا حنان يا منان. سأله: يا جبريل من كان يقصد؟ قال: جبريل قلت مرة يا حنان يا منان، من كنت تقصد؟ قال: هل هناك حنان أو منان سوى الله؟ قال: خذ بيديه يا جبريل وادخل. الله الله, الله. ففي الرحمة موجودة مرة مرة بس أنا بصدق. لا، فقدها ربنا. إن الله لا يأخذ صدقة أحدكم بيمينه وكلتا يديه يمين فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة، زي البعير الفصيل يفضل يكبر يكبر. وإن العبد لا يستظل بظل صدقة يوم القيامة. وقال في الآخر إيه بصحيح البخاري: واتقوا النار ولو بشق تمرة. شق تمرة تمنعني من النار، بس بصدق، بصدق درهم غلب درهمين سبحان الله. ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ زي ما هنيجي إمام مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم. تجد لما يشوف يتيم يبكي يقول: يا أبو أنا أصير أب، أنا أخذ بالي منه، أنا هجيبه في الأجازات يلعب مع الأولاد، أنا أروح في الأعياد أعطي، أنا هبعت زوجتي عشان هذه الرحمة، هذه الرحمة سبحان الله العظيم. فالإنسان لا يدري من أين تأتي من أين آتي الخير. فاللي عايز يعمل حجاب بينه وبين النار أولا يخاف من الله، ثم يخاف من سوء الخاتمة، ثم يخاف من الغرماء، ثم ما الغرماء؟ الغرماء اللي أصحاب الحقوق، الظلم، أصحاب الحقوق ده، للناس اللي هم عندي حقوق يوم القيامة أنا أخاف منهم. ما في ناس أنا ظلمتهم وأنا لا أعرفهم، ناس ارتبتهم وأنا لا أعرفهم. يقول إيه؟ سمعت الناس يقولون عنه كذا. لا حول ولا قوة. هل رأيت بعينيك؟ يقول أبدا. لا حول ولا قوة. هل سمعت؟ يقول أبدا. ما إيه؟ الناس قالوا كذا. طيب، ماذا تقول في هذا؟ فيخاف من الغرماء، يخاف، يبقى مرعوب سبحان الله العظيم. فالعبد بهذا المنطق هو بيعمل حجاب بينه وبين النار. وبعدين يذكر أناء الليل وأطراف النهار، يصير لسانه رطب بذكر الله، يحافظ على الصلوات بنوافلها، يتقي الله، يعمل ذنب يستغفر، يعرف أن الله يراه. وسبحان الله، فرق بين من يذنب ويضحك وبين من يذنب ويبكي، في فرق بين هذا وذاك سبحان الله. الفضيل بن عياض كان ايه؟ كان واحد صايع في الصحراء لص، فبيتصور بيت، فصاحب البيت قائم الليل يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: قد آن يا رب، قد آن يا رب. خلصت. بشر الحافي قاعد سيد عظيم في قومه، قاعد الوجهاء القوم قاعدين يشربوا ويغنوا، فجاء طارق يقول للجارية: صاحب البيت هذا سيد أم عبد؟ قال: سيد. فمش الكلمة طنت في أذن بشر هو بأجنه. فجرى الجارية:
من كلمك كلام؟ قالت رجل مجنون يقول صاحب بيت سيدنا. قال لا انا عبد انا عبد انا عبد. وترك المجلس بالبيت وخرج حافيا خلف وراح عند العلماء وتعلم وخلاص. ربما فتح لك باب العمل واغلق عليك باب القبول، وربما اتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. وصلا بما سبق، هل الكفر والظلم والشر اشياء متاصله طبيعيه في الانسان منذ خلقته، ام هو الذي يكتسبها ويطورها وينميها؟ لا، هذه فكره الذين يقولون بالخطيئه ونزول الانسان بالخطيئه. نحن كمسلمين كل مولود يولد على الفطره، لا كفر لا ظلم. لا 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 لا, لا هو الذي يكفر نفسه، هو الذي يشرك نفسه، هو الذي يجعل نفسه تنحرف. لكن الله عز وجل خلقه على الفطرة البيضاء، على فطرة التوحيد. وجد بيئة والأشياء وعقله الضال ونفسه والهوى وإبليس والنفس الأمارة بالسوء فأضلته عن طريق الله والعياذ بالله رب العالمين. لكن المؤمن أو المسلم يعني بتكملة الموضوع، يعني الخوف دي صدرت الحلقة بآية خطيرة سوف نتوقف عندها كثيرا. هو إن يستغيث يستغيث من إيه؟ عطشه من قطر العذاب شعره بالعطش. نعم. يغاث بماء كالمهل. المهل هو الصديد المغلي. سلم يا رب. وبعدين الريم يمسكه بيديه، يمسك الكوب، الكوب ده أصلا من النار، تتهرى يديه، لحم يديه يسقط. فإذا قربه إلى وجهه خرجت الأبخرة الساخنة فتساقط لحم وجهه. يشوي الوجوه. يغاث بماء كالمهل. يشوي الوجوه من حرارته. سبحان الله. وبعدين ايه؟ قالوا بعد كده في سوره محمد قالوا وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. الامعاء اللي كانت بتمتلئ بالحرام لازم تمتلئ بالنار، لابد. الله عمر الله يرضى عليه يقول لزوجتي اتريدين ان تطعمين نارا في اجوافنا يوم القيامه؟ مش اللي بياكلوا اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا؟ والعياذ بالله، والعياذ بالله رب العالمين. فألا يخاف الانسان؟ هل هو مضطر في النار ان ياكل وان يشرب؟ هو يريد اي شيء. الله، ده في سبحان الله العظيم الظل والعياذ بالله يعني اللي بيفيق اليه من شده الحر يذهب الى الظل يجد اشد حراره. يا ساتر يا رب، والعياذ بالله رب العالمين. وقطعت لهم ايه؟ ثياب من نار، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم من النار والعياذ بالله، تلفح وجوههم من النار. يا مالك ليقضي علينا ربك، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. يرد عليهم بعد ألف سنة. ألف سنة، ألف سنة يتركهم. سبحان الله. ينادوا على أهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. فأين الرحمن؟ أين الرحيم؟ أين رحم نفسه؟ أين الغفور؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هؤلاء على مر التاريخ الذين أذلوا الناس وأذلوا الشعوب وقهروا الناس وجوعوا الناس وضيعوا الناس وسجنوا الناس وآذوا الناس وأخذوا أموال اليتامى وخاضوا في الحرمات وخاضوا في أعراض الناس واغتصبوا ما لا يجب أن يغتصب. بالله عليك يعني يا أخي، ده وما ليش في صدور قوم المؤمنين كيف يا الله؟ ما قدموا لأنفسهم خيرا. أنا موسى أعذب في النار ما لا فائدة فيه. أتدرون من أهل النار؟ قالوا من يا رسول الله؟ ما لا فائدة فيه؟ الإنسان ملوش فائدة، كان وجوده ضرر، كلامه ظلمة ومخرجه ظلمة ومدخله ظلمة، وجوده والعياذ بالله نكد. أول ما يموت الملائكة تقول الحمد لله الذي أراح الله منه البلاد والعباد. ألم يخلق الله تبارك وتعالى هكذا؟ لا، ما خلقه هكذا. هو سوأ نفسه؟ هو سوأ نفسه طبعا طبعا طبعا. خلقه على التوحيد وأرسله الطبيب وأرسله الكتالوج وأرسله كتاب واضح المعارف سهل. وهو يخشى من هذا النبي أن يضله عن طريق الله؟ لا، يخشى من من؟ من وجود هذا النبي. لا لا لا, لا يعني مثلا أحدهم يتصور أن محمد بن عبد الله أتى ليضلهم عن الطريق السليم الذي يمشي. لا لا، هو الذي أضل نفسه. هو لو 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 ركز للحظات وجلس هكذا لاستمع لدخل الهدى إلى قلبه، لكنه لم، هو غلق الباب على نفسه، هو غلق الباب على نفسه، أضل نفسه لكي لا تبع هواه. وتقول الله يرضى عليه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. تبع هواه وكان أمره فرطا. يعني إذن هو اتبع هواه. يعني ما ظلمه رب العباد أبدا. لا 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 لا, لا. ما ظلم. ولا بالعكس، هو أرسل كل وسائل الإنقاذ والهداية ولكنه تعامى عنها. صحيح. الرسول ذهب لأبي بكر مثلما ذهب لأبو جهل. سيدنا نوح قال إيه؟ وأني كلما دعوته لتغفر له. ها
قال وضعوا أصابعهم في آذانهم واسترشوا ثيابهم حتى مش عايزين يشوفوا صاحب الهدى. على دي فين؟ الآن في البيوت. صح. يطلع محمد خالد وشوان. غير. يا أخي شو أروحوا إنه قلوب ساعة وساعة مش كده؟ وعلى طول على طول. سبحان الله خلاص. لأن أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقفة بسيطة. أيوة. إلهه هواه. أيوة. كيف؟ إلهه ليس الله رب العالمين. مرمن. هواه. هذا منطق الآية. أيوة إله. يعني من اتخذ إلهه هواه. هواه. جعل هواه إلهه. سلم يا رب. يعني إيه؟ يعني هواه يقول له اشرب يشرب. انظر الحرام ينظر. خذ ما الحرام ياخذ. ارتشي يرتشي. تعامل بالربا. هواه يقوده. يقوده. موجود هذا. موجود. لا إله إلا الله. هو ده الموجود. إلا من رحم ربي. وقليل ما هم. هلا العذاب لله. فهو إله هو هو تبع إله. أنا الست تقول لك أنا عايز شعر الأصفر ده والناس تشوفه. هواه. إله هواه. البنطلون الضيق ده هو ده اللي هيبرز سبحان الله. تأخذ قوة شخصية وتحضر وهكذا أريد أنا. من الضلال. هذا يقول هل نبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. أيوة. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق الله ومن أصدق من الله قيل. شوف هو شايف العمل ده هو أصدق عمل. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. سبحان الله. يا شعيب قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. إيه ده؟ أنت كنت رجل عاقل تيجي تقول الله واحد. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. سورة صاد. هاي الأرض عليه. سبحان الله. فالمسائل دي كلها تخلي الإنسان الله يفيق لنفسه. لذلك ليه فائدة العلماء؟ إفاقة الأمة. إفاقة الأمة. لأنهم فإذا ضرب عليهم بسور. سبحان الله. ضاعت وهلكت الأمة. ولا من الناس يقدر رب العالمين. سبحان الله. هم الهداة. لأنهم ما يبغوا من الناس شيء. سبحان الله. كل الدعاء الأول من الرسل عليهم السلام ما أسألكم عليه من أجر. إن أجر إلا على الله. إن أجر إلا على رب العالمين. أنا بس يا قوم تعالوا. سبحان الله. سيدنا نوح فضل أخفيت لهم وأعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا وقلت صفوا رب إنه كان غفار يرسل السماء أبدا وبعدين بالليل وبالنهار. فبالله عليك يعني قد أعذر الله إلى البشرية. قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين خلاص بقى ما خلاص. لا ما هم متى دعا لما قال له يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يعني إيه؟ أغلق باب التنسيق لقبول أي مؤمن. انتهت القضية. هم اللي أغلقوه. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. انتهى الموضوع. انتهت القضية. انتهت القضية. انتهت القضية. سبحان الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني سيدنا لوط يضيف للضيوف تيجي قومه يهرعون إليه. يا هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. يعني حتى شوف المروءة راحت فين. هلا جاي يعتدي على ضيف رفع. البشرية قد أعذرت إلى نفسها بأن أرسل الله إليها الرسالات وبعدين هم انحرفوا عن الرسالات. ضيعوا الرسالة. بالعكس يعني شعروا ان هؤلاء هم الضلال الذين قدرتكم تحمل الامه هذا الكلام. ما الامه يعني كل واحد فينا. كل واحد فينا. طبعا. واذا العوده عوده مسؤوله مسؤوليه فرديه كل فردياً الاول وبعدين تتكاثر. والحمد لله نحمد الله ان الناس كلها تريد ان ترى تسمع للعلماء وتلتف عليهم مره اخرى وتعود وتؤوب الى كتاب الله عز وجل مره اخرى كالفراش عندما ياتي الى النور. أتعبتنا يا شيخ عمر الله. أنا أريد راحتك يا أبي. أنا أريد راحتك. أريد راحتكم يا أبي. قالوا للحسن البصري كم تتعب نفسك؟ قال بل راحتها أريد. لا إله إلا الله. نعم. بارك الله فيك يا أبي. ربنا يكرمك. نعم. يعني قلنا في أول حلقة دركات النار. نعم. وفضيلتكم علمتمنا أنها سبع دركات. نعم. لماذا قلنا النار تحديدا؟ النار. هي النار اسم على كل الدركات كلها. النار اسم على كل. عندنا الجنة عندنا النار. فالنار تحوي داخلها جهنم صقر حطمة لظى الهاوية السعير الدرك الأسفل. هذه الدركات. النار اسم علمنا للسبع دركات كلها. كما يعني أن الجنة للدرجات بالضبط. يعني لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لها باب يدخل منه من رفع السيف على أمتي أو على أمة محمد. هذا الحديث باب خاص. باب خاص للناس اللي آذوا الناس بالسيوف وبالقنابل سبحان الله. أيا كانت ديانتهم. وإن كانوا مسلمين. وإن كانوا مسلمين. طبعا. وإن كانوا مسلمين. لا لازم نؤمن الناس.
الصحابي لما نام قال شفاعه وشفاعه. اسمع يا ابني اسمع، الراجل نام، الصحابي نام تحت الشجره، وبعدين الصحابه حب يهزروا معاه يعني، فسحبوا منه السيف. قام الصحابي مذعور وهو يعتبر على الجبهه، نعم، فسيفه حياته سلاحه، فقام مذعورا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تروعوا المؤمنين، من روع مؤمنا روعه الله يوم القيامه. لا اله الا الله. ولو هزار. ولو هزار. لا لا، ممنوع ممنوع. في ناس في البيوت تروح عارف ان زوجته يعني يقول عليها قلبها خفيف شوي، روح فاتح الباب بذوق، لا اله الا الله. ما صنعها رسول الله مره، كان يطرق على بيت، كان يطرق بيته. ايوه، يعني يفجأ زوجته حتى يرى ماذا تصنع. لا لا لا، هو شغال في المخابرات، اخي ده بيوت. لا ولا ده بيوت يا ابني، لازم يستأذن ويطرق بيته. وسبحان الله، لا اله الا الله. اذا ما تفضلتم به، نريد ان نركز على نوعيات والشخصيات او الاعمال التي كانت تفعل وتذهب باهلها الى النار. من هم اهل النار؟ السبع دركات عامة. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: انما اهل النار خمسة. انا اريد ان تنظر الى الكاميرا، سامحني، وتوجه هذا الكلام للمشاهدين والسماء المسلمين يعني، وانا معهم يعني. يا ابني اول ما جيت في اهل النار واتوجه سبحان الله حتى ننجو منها. يا رب يا رب حتى ننجو منها. انما اهل النار خمسة، خمسة انواع يعني. نعم. يعني في صحيح مسلم: اهل الجنة ثلاثة، هنخليها لما نجي للجنة ان شاء الله. شاء الله. انما اهل النار خمسة كثير. الخائن الذي لا يخفى له طمع، وإن دق إلا خانة. سلم يا رب. يعني إن دق إلا خانة، يعني هو في مؤسسة كبيرة. نعم. هذا الكوب لا يساوي شيء، فلسات صغيرة. هذا القلم لا يساوي درهم أو جنيه. سبحان. نعم. يخون ويأخذ. هذه خيانة. يأخذ الأمانة ويمكن أن نعمل بها. نعم. لا يعني هذا العمل يخون يعني، يأخذ كده ويأخذ. سبحان الله. ورقة. نعم. يأخذ ورقة ويمشي، لأنه تعود على هذا. الخائن الذي لا يخفى له طمع، وإن دق إلا خانة. هو عمر الله يرضى عليه يقول علي: أنت إيه جاي في أمر من أمورك ولا أمر من أمور المسلمين؟ يقول له: ما الفرق؟ يقول: لا، أمر من أمورك نطفئ المسرجة، شغالين في نور الدولة، نور المؤسسة، نور الأمة، نور الشعب. الله أكبر. لكن لو أمر من أمورك، أمر من أمور الدولة، خلاص إحنا موظفين، تعال. عايز إيه؟ هل الناس يوم القيامة سيحاسبون على هذه الأعمال على وإن دقت؟ على صغير الأمر وكبير، على القلم وعلى النور وعلى ما هي ما هي ما هي. قول يا ابني، هو سبحان الله، وإن دق إلا خانة. أيوة، الموضوع مش سهل. ليه؟ ما هو ناس لماذا لا تتأثر الناس بذكر النار؟ لأن الموضوع ده أصبحت سهلة بالنسبة لها. ده فيه ناس بيقول له: هجيب لك ورق من المصلحة. شوف أبو بكر استخدم تليفون الهيئة. شوف أبو بكر شارب كوب اللبن، ولما شك في مصدره تقايع فرجعه، خلاص. قال: خفف على، هون على نفسك يا خليفة رسول الله. قال: والله لو لم يخرج إلا مع روحي لأخرجتها. ثم نظر إلى السماء وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما اختلط باللحم والعروق. عارف ليه أبو بكر رجع جرعة اللبن؟ ليه؟ لأن بطنه ما تعودت إلا الحلال، فلما دخل فيها شبهة لم تحتمل البطن هذه أن تحوي مثل هذا الخضار. لكن فيه ناس بتبلع في بطنها أراضي وبنايات ومليارات ويضحك يا أخوانا ويتكلموا عن النار، يقول لك: نار إيه؟ إحنا آمنين. ما أنا أقول: لا إله إلا الله. سيبك أنت من الكلام ده. فالخائن الذي لا يخفى له طمع، وإن دق إلا خان. أعوذ بالله رب العالمين. نعم. ورجل والضعيف الذي لا زبر له، الذين فهم فيكم تبع. يعني إيه؟ الإمعة. تخيل الإمعة من أهل النار. لا يكن أحدكم إمعة. قالوا: ما الإمعة يا رسول الله؟ قال: يقول: إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت. بل وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أحسنوا، وإن أساءوا تجنبوا إساءتهم. المسلم صاحب قرار، صاحب رأي. دخل الولد على هارون الرشيد فقال: أفتحتم الباب يا مزاحم؟ هل فتح على عمر بن عبد العزيز: هل فتحت الباب حتى يدخل علينا الصبيان؟ ولد عنده 12 سنه داخل في مجلس امير المؤمنين، هي بقت فوضى. فقال يا امير الولد: يا امير المؤمنين، دخولي ما اخل بك ولكن شرفني، وان الله يا امير المؤمنين اذا رزق العبد قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد اختار له الله الخير. يا امير المؤمنين، اتخذ كبير المؤمنين ابا واوسطهم اخا واصغرهم ابنا، فبر اباك وصل اخاك
واعطف على ابنك يا أمير المؤمنين في أيديكم فضول أموال إن كانت لله فوزعوها على عباده وإن كانت لعباده فلا تمنعوها عنهم وإن كانت لكم فتصدقوا فإن الله يجزي المتصدقين. فنكس عمر رأسه. السلام. ولد بهذه القوة مش معه يمين يمين والله. المشكلة في عمر أنه نكس رأسه. الآن تطح برقبة الولد وأبي الولد وجد الولد. معلش في نقطة. والخادم والحاجب. لا في نقطة في نقطة في نقطة. الولد ده لما تطح يطح برأسه في هذا الموقف جنب حمزة في الجنة. الحكام السهلة. سبحان الله. طبعا. سيد الشهداء حمزة. ورجل دخل على حاكم ظالم فأعضاه فقتله فهو حمزة سواء. يا سلام. شوف سيد الشهداء هو في الفردوس. يا سلام يا سلام. وإن تكم مثقال مفيش نأتي وكفى بنا حاسبين لا تضيع عند الله. ما يضيعش سبحان الله. ما يضيعش عند الله سبحانه وتعالى. الإماعة الثالث. وذكر البخل. البخيل. البخيل عياذ بالله. شوف مكتوب على باب الجنة لا يدخلك بخيل. البخل شجرة أصلها في النار فروعها تتدلى من تعلق بغصن منها دخل فيها. والكريم قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد عن النار. والبخيل بعيد عن الله بعيد عن الناس بعيد عن الجنة قريب من النار. سلم يا رب. إلا البخيل والعياذ بالله. والبخيل ده والعياذ بالله. هذه دعوة أن نتحرر من الصفة الذميمة. وذكر الشنظير الفحاش. الشنظير القاسي القلب الفحاش بذيء اللسان والعياذ بالله. الشنظير كلمة قاسية. الشنظير الفحاش هو فاحش بذيء وخير الأدب. يعني هو الناس يعني سبحان الله يعني تتحاشى والعياذ بالله رب العالمين للساني للسان البذيء والعياذ بالله يعني وتكرمه اتقاء للشر. وأسوأ الناس عند الله من اتقاه الناس اتقاء للشر من أكرمه الناس اتقاء للشر. فهو يقول ايه في نفسه عارف ناس ما تخاف ما تقلق. هو كده هو كده مجرم. هذا انسان مجرم. هذا انسان مجرم والعياذ بالله رب العالمين. طبعا تجد ايضا يعني ما ربنا يقول ايه ويل للمصلين ويل ده هنجي احنا الوديان جهنم والعياذ بالله. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. مرائي شغال يقول لك انا رجل يا اخي في ناس ما ركعت لله ركعه يطلع على شاشه يقول لك انا احب الصدق ومش يا اخي يا اخي سبحان الله في بس تمشي ما توجه هذه مراءه والعياذ بالله رب العالمين وهنالك رياء والعياذ بالله. فويل للمصلي مصلي ولكن يجيب الظهر على العصر كده من غير سبب. ليه يا فلان انا وصفة المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس لولا مراءة الناس حتى ما يصلى لو وحده قلت مش صلى وقام. نعم يا بقول طالما قام يجعل النية خالصة لله سبحانه وتعالى. هو عنده شوش عنده أخ سبحان الله في قلبه لا إله إلا الله. فسبحان الله يعني أهل النار الخائن الذي لا يخفى له الطمع. أيوة والضعيف الذي لا الإماعة والعياذ بالله رب العالمين. والبخيل وذكر الكذب والشنظير الفحاش والكذاب والعياذ بالله رب العالمين. الكذاب ده مصيبه. هذا هذه كارثه. يعني قد يقول قال يا رسول الله يكون المسلم بخيلا بالضبط يكون كذابا. ابدا لا 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 الكذاب لا ولا كذبه صغيره لا 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 الكذب المصلحه العامه لا 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 سبحان الله سبحان الله الكذب لا لا كم مضطر مثلا ابدا في ضرورات الحياه المحدده معروفه في الحروب في كذا بالضبط في الزوج مع زوجته مش عارف الاصلاح بين المتخاصمين غير كده ما في الكذب كذب سبحان الله. الراجل ماشي وبعدين الراجل غاب بتعمل كومه ليف كده قاعد بيفتل بيها ايه حبال قالوا خبئني الناس عايزين يقتلوني ادخل تحت كومه الليف تلك. دخل جاءوا الناس بعد مده ارايت رجلا مره من هنا قال نعم بعد قالوا أين هو؟ قالوا تحت كومة الليفتين. فنظر القوم نظر القوم بعضهم لبعض قالوا مجنون هذا رجل يدخل تحت كومة الليف بالأتربة يموت فظنوه يضحك فغادروه. خرج رجل أمسك بخناقة رجل يقول لك خبئني تخبره عن مكان قال له اسكت الصدق نجاك. لو قلت ما شفت هيفتشوا المكان ويعملوا سبحان الله العظيم الصدق نجاك. الصدق من جاء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قابله بعض من أعدائه خارج مكة أو كان يتهوه سبحان الله كان مع أبو بكر ما كان مع أبو بكر فهو ما يعرف لا يعرف الرسول ما
كان يعرفه أبو بكر عليه الصلاة والسلام. من هذا أبا بكر؟ قال رجل يهدين الطريق. كناية. هل كذب أبو بكر؟ ده مش يهديه هو بس. ده هدف بشرية. ولكن يعني لكن أبو بكر تكلم على نيته هو. لم يتكلم على نية المحدث. بس لم يقصد. القصد ده موضوع ثاني. يجوز هذا. ليس كذب. القصد ده موضوع آخر. ولما سأل الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم يعني سأله نفسه قال ممن الرجل قال من ماء من ماء قالوا عجبا قبائل العرب كثيرة أكثر قبائل العرب سبحان الله نريد سأل الرسول عليه الصلاة والسلام هو الرسول انفرد بعيدا عن الجيش نعم انفرد فخرج عليه جماعة يبدو منهم الشر قالوا ممن الرجل قال من ماء فنظر بعضهم لبعض قالوا إن قبائل العرب كثيرة وجعلنا من الماء كل شيء حي ما تعتبر كذب لا, لا 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 ولكن كيفية الرد بهذه السهولة وذلك المنطق الحلو الجميل كيف تتأتى للمسلم لا بإلهامات من قلب نقي تخرج على لسان العبد قطرات حكمة سبحان الله يعني القلب آنية واللسان مغرفة فيأخذ المغرفة إيه من القلب المليء بالحكمة الخوف من الله يعني الله يرضى عن سيدنا علي لما قال له إيه لما واحد من الشانئين له كره فهد يمدح فيه وعلي يعرف انه كاذب ويكره قال انا فوق ما تقول ودون ما تظن سبحان كلمه جميله انا فوق ما تقول ودون ما تظن لان عارف يعني انت الراجل اعلم نيتك بهذا المنطق بهذا المنطق لا تخرج الكلمات الا ايه الا ساعه يعني سبحان الله يعني لما المقداد يقف كده والله يا رسول الله لو سرت بنا الى برقرم هذه الكلمات لا تخرج الا من قلب من مليء بالايمان فتخرج هذه الكلمات مش مؤلفه مش مؤلفه صحيح يعني الخمسة أنواع التي تفضلتم بها فضيلتكم الآن في حديث الرسول في صحيح مسلم ولكن هناك كثير أيضا وإحنا سوف نأتي للآيات إن شاء الله من الحلقة القادمة سوف نغوص في الآيات التي تتحدث عن دركات كل دركة وأهلها نعم نعم يعني سؤال خاص لفضيلتكم من مرصدكم الخاص بعد هذا التجوال والتطواف أمتنا أمة إسلامية هذه الأمة التي قيل فيها أن الله سبحانه وتعالى وجعلنا الله سبحانه وتعالى أمة وسطا وخير أمة أخرجت للناس هل تراها أمة إسلامية كما تركها الرسول عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء الأمة الآن بدأت في أن تستيقظ جميل الآن الحمد لله أقيسها بنوعين نعم بشبابنا ونسائنا الأمة وهما العنصران المهمان في المجتمع اللذان أريد بهما من القرون السابقة أن يدمر تدميرا كاملا لما دمروا أخرجوا المرأة من مملكتها الخاصة وخلعوها حجابها والشباب غيب بهذه الأمور لما يعود الشباب الآن وتجد أكثر المصلين في المساجد من ذوي الشعور السوداء والنساء يرتدن المقرأة وحفظ القرآن والالتزام والحجاب رغم كل هذا الزخم وتجد المسلمة الصادقة تساوي أمة بأسرها فتستبشر خيرا بدأت الأمة تستيقظ لأن الضرب الشديد من أعداء الإسلام دليل على أن الجسد ما زال حيا لو كان الجسد ميتا ما ضربه أحد لكن الأمة تحتاج كما قلت في بداية الحلقة الكفر المنظم يحتاج إلى إسلام منظم نحتاج إلى توضيح الأولويات فيما قلت وعرضنا من قبل إن نريد ألا نختلف ولعل في الحلقة دي يعني أقول يعني شيء أخص به قناة الشارقة من باب يعني قناة تقول أن تسبق الإعلامي طيب عمر بن عبد العزيز مات سنة 99 هجرية كان عند أبو حنيفة 19 عاما لم يكن ظهر المذهب الحنفي بعد صحيح أنا إن شاء الله رب العالمين أنا من 15 عاما استشرت أساتذة الكبار والفقهاء الأمة الكبار علمائي في أن أخرج كتابا للأمة الفقه في القرن الأول قبل أبي حنيفة دون أن ندخل الناس في متاهات تتساءل فيه كيف عاش المسلمون من واحد هجرية حتى 100 عاشوا هذا القرن في أوج عظمة الإسلام دون مذهبية أبدا
صح. لا لا هذا مع اجلال التام لتراب داست في اقدام ابي حنيفه والشافعي ومالك واحمد دار الامر ندخل في هذا الامر، لكن انا اقول يعني ما الفقه عند رسول الله وعند صحابته وعند الرعيد الاول بهذا المنطق بهذه البساطه؟ متى سيصدر هذا الكتاب ان شاء الله رب العالمين؟ يعني انا اجهز له من مده وان شاء الله ربما يعني يظهر يعني ان شاء الله في احجز نسختي من الان اتوكل على الله ان شاء الله في فتح الباري ان شاء الله. فالأمة بدأت في الاستيقاظ، ولكن لابد من الاستيقاظ المنظم. كيف يعني؟ ما ينفعش كده يعني، يعني انا لو في في في, في سني هذا ورحت عند مدرب او غير مدرب رياضة اريد ان العب تمارين رياضيه ربما يحصل تمزقات في عضلاتي لان انا غير خبير باللياقه البدنيه، لابد من مدرب محترف. صحيح. طيب لابد ان نؤوب حول علمائنا المحترفين. صح. تمام. ومن هنا نبدا كيف تنهض الامه. لذلك نحن قلنا من قبل في رمضان ليرسلوا الينا كل المشاهدين والمشاهدات ما هي سبب يعني نكوص الامه عن الكتاب والسنه وما اسباب نهضتها. نجمع هذا كله ونجمعه على بعض من اصحاب الحل والعقد بعد استشاره العلماء والفضلاء والاساتذه واهل الدين سبحان الله. نصيغ هذا ونبدا لنضع مشروع للامه كبير. هذا الجيل يقوم بخطوه واحده منه ويترك الخطوات التاليه للاجيال التي تليها. اذا نجدد الدعوه مره ثانيه على يعني انا الشارف. اريد من الاخوه المشاهدين والمشاهدات سواء على الفاكس الخاص بالبرنامج او على صفحه الانترنت الخاصه به او على اي اتصالات او الصندوق البريد او غيره يرسل كل واحد اقتراح بما يرى ما يعني ما هي اسباب يعني عثرات الامه وكيف ننهض بها. ارجو ان يعني يواتونا ونحن نصيغ هذا ونعرضه على علمائنا الكبار ان شاء الله باذن الله وثم نصيغه على اصحاب الحل والعقد من الناس الصالحين باذن الله في بلاد العالم الاسلامي يكون ده مشروع نهضه امه. فضيله الداعي الاسلامي الكبير استاذ الدكتور الشيخ عمر عبد الكافي، في الحلقه القادمه ان شاء الله سندلف الى دركات النار. والعياذ بالله ربنا سوف ناتي بالايات التي تتحدث عن النار واصحابها واهلها ابناؤها وديانها سرابيلهم شرابهم طعامهم يعني صور العذاب ولماذا تبوأوا هذه الأماكن. هذا محور حديثنا. نسأل الله التخفيف إن شاء الله ونسأل الله أن يبعدنا والمشاهدين والمشاهدات عنها إن شاء الله. أذكر قديما أن فضيلتكم لم تكملوا الحديث عن النار ونزلتم على المنبر ولم تكمل الحديث. الآن هل ما زلت متهيبا من الحديث عن النار؟ يعني كلما كبر الإنسان في السن وتقدم به العمر خوفه يزداد أكثر وقد يكبر الرجاء، ولكن خوفي أكبر بما تعلمت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، علاوة أننا قد غادرنا كبارنا الذين كنا نؤوب إليهم في صغير الأمر وكبيره، وما زلت متهيبا وسوف أظل إلى أن ألقى الله عز وجل. فأود يعني أن نستطيع إكمال حلقة النار إن شاء الله رب العالمين بإذن الله. وقانا الله منه فضيلتكم والمشاهدين المستمعين. آمين. إذن مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء عبر إذاعة الشريقة FM 94.4 في الحلقة القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى نفتح مع حضرتكم ملف النار ودركات النار والعياذ بالله. نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا